دلوقتي نتيجة تظلمات رابعة طلعت، وطلعت المعظم، مش معظم، هو تقريبا الكل، مفيش حد نتيجته اتغيرت، مفيش حد استفاد من التظلم، وتأكدنا ان التظلم مجرد جمع فلوس وخلاص. في بالعكس في مهازل طلعت من نتيجة التظلمات. يعني كان معانا واحد زميلنا معاه ورقة مكتوب له في الدرجات 7.5 و3.5 المجموع 5، يعني هو كان بدرجاته دي المفروض ناجح في المادة، مكتوب له 5 طالع بيها، ودي الكلية عارفاها وشايفاها، واللي بيصور الورقة عشان يطلعها في نتيجة التظلمات شايف المنظر ده وطلعوها عادي. احنا بقى مش فاهمين هل ده عند، هل ده استخفاف بعقول الطلبة، هل ده ايه بالظبط، احنا ما نعرفش. وفي انتظار باقي نتائج الفرق تالتة وتانية اولى، وهنشوف برضو، ونفس المهزلة هتبقى موجودة ومفيش حاجة هتتغير.